كخلية نحل بات العمل اليوم في قسم جراحة قلب الأطفال في مجمع فلسطين الطبي برام الله، قسم لم يمضي على افتتاحه وقتا حتى أصبح نافذة حياة للكثير من الأطفال المرضى وعائلاتهم، مختصرا عليهم الوقت والجهد في تلقي العلاج اللازم ومساهما في الوقت ذاته في تخفيض قيمة فاتورة التحويلات الطبية للمشافي الإسرائيلية وللخارج. هذا القسم كتير مهم، نخفف من تحويلات لجراحة قلب الأطفال. كمان احنا بدنا نشتغل على انه الحوادث اللي هي تروما ان الأطفال يدخلوا هذا القسم، لأنه كلهم تحولوا لإسرائيل، ولكن لسه احنا بالبداية بحاجة لقدرات طبية وتطوير القدرات التمريضية اللي عندنا. طبعا هذا المشروع جراحة قلب الأطفال في جامعة رام الله كان حلم يمكن من فترة طويلة، يعني سنين، ويمكن هذا الأسبوع بنقدر نقول إنه بلش يتحقق. طبعا مهم لأنه إحنا نكون واقعيين وعمليين. إحنا طبعا عندنا مركز المستشفى المقاصد، هو المكان الوحيد اللي فيه جراحة قلب أطفال. طبعا هو مركز كتير مهم ومستوى عالي، لكن ما بيكفي بالنسبة للضفة الغربية وغزة. جراحة قلب الأطفال، ولأنها تعتبر حديثة على المستوى العالمي، كان لابد من توفير كافة المعدات والتقنيات الحديثة للطاقم المحلي، وهو ما دفع بجمعية إغاثة أطفال فلسطين وبالتعاون مع الوزارة لتنظيم زيارة لطاقم بريطاني أجرى خلالها 3 عمليات نوعية، بالإضافة لعقد سلسلة من ورشات العمل لتبادل الخبرات مع الطاقم الفلسطيني. نحن فريق من الأطباء البريطانيين جئنا إلى هنا من أجل إجراء عدد من العمليات الجراحية لأطفال في رام الله لأول مرة في قسم متخصص لعلاج أمراض قلب الأطفال، ونتمنى أن يكون هذا بداية لاستمرار برامج التبادل الخاصة بعلاج الأطفال، ونحن هنا للمساعدة. وبلشت الفكرة باستضافة وفود طبية عندها تخصصات مختلفة للقيام بعمليات جراحية في البلد ضمن وزارة الصحة الفلسطينية، وهذه أهم أنشطة الجمعية. بس مع تطور الجمعية صار في عنا أنشطة كمان تكميلية لهذا اللي خلينا نسميه العمود الفقري للجمعية. وفقا للتقرير الصحي السنوي لفلسطين لعام 2014، فإن أمراض القلب والأوعية الدموية كانت المسبب الأول للوفيات في فلسطين كبارا وصغارا بنسبة بلغت 29% من مجموع الوفيات. وجود هذا القسم في مجمع فلسطين الطبي لا شك أنه يمثل خطوة هامة على صعيد تطوير القطاع الصحي الفلسطيني برأي الكثير من المراقبين، وهو ما يفتح الباب أمام افتتاح المزيد من الأقسام التي لا تزال المشافي الحكومية الفلسطينية بحاجة إليها. للتلفزيون وطن، فارس المالكي.